أعزائي وأصدقائي وحبايبي على قناتي على اليوتيوب، أهلا بحضراتكم. وده مقال السريع البث المباشر بالليل، إن شاء الله هيبقى مباشر وهيبقى فيه تفاعل بين أمة، لكن ده مقال سريع. المقال على السريع هي خناقة محمد الباز ضرب خناقة. محمد الباز ده أوطى من الموس على الأرض. محمد الباز ده أسخ، يعني أسوأ وأسوأ وأوسخ من رقاصة درجة 10 في كباريه لونا بارك اللي هو آخر شارع الهرم خالص بتاع نبيل أبو حمد. ليه؟ لأن الرقاصة درجة 10 الحقيقة عارفة أنا رقاصة وست بتدعيش الشرف، لكن محمد الباز بيدعي الشرف وهو الحقيقة ما هو إلا باز أفندي. الباز أفندي بقى ماسك واحد سلخه وقامت خناقة بينه وبين الواحد ده. مين الواحد؟ أصدقائي تعالى نتعرف دلوقتي على الخناقة بين محمد الباز اللي هو يعني مش عارف، عشان بس في ناس هتسمع المقال ده مش قادر أوصفه وصفه الصحيح، يعني انتوا عارفينه والتسجيلات واضحة بتاعته يعني، لكن محمد الباز ومين بقى؟ تعالى نشوف هو اتخانق مع مين. أول كتب مقال محمد الباز كاتب مقال الأربعاء يوم 21 أغسطس بيقول فيه: عمار ليس إلا فقاعة هوائية من مخلفات أحداث الفوضى. الله، مين عمار؟ بعد شويه يقول لك: من حق الكاتب والباحث والصحفي والروائي كما يحلل تقديم نفسه عمار علي حسن. يعني الباز افندي متخانق مع الكاتب عمار علي حسن. عمار علي حسن الروائي عنده رساله دكتوراه عن الطرق الصوفيه او عن الحركات الصوفيه. محمد الباز انتوا عارفينه، يعني مش هنتكلم عن محمد الباز، يعني انت بص على اي رقاصه سفله منحطة، يعني عمار علي حسن سوري محمد الباز هو عندي بالنسبة لي هو سما المصري، يعني هو في مقام سما المصري بالظبط. لكن عمل ايه عمار؟ طيب انت عمال تشتمه ليه كده؟ وبيقول لك بقى ان هو يعني عامل نفسه روائي وعامل هو ما هو الا فقاعة هوائية. طب معلش غلط في ايه؟ هل عمار علي حسن مثلا شتمك؟ قال لك ايه بقى؟ عمار علي حسن ارتكب جريمة فظيعة جدا الحقيقة في حق النظام الحاكم. يا ترى عمار علي حسن شتم السيسي؟ اعترض على قوانين السيسي اللي عمال يطبخها هو وولاده؟ لا، ده عمار علي حسن طلع ان كل الجريمة اللي قالها. بيقول ايه بقى عمار علي حسن؟ قال لك: اقرأوا ما كتبه. ده اللي بيقول الباز، وعمل نص كده نقلا عن عمار علي حسن بيقول: فوز اولاد، يقول عمار علي حسن: فوز اولادنا بكأس العالم لكرة اليد لأول مرة في التاريخ الذي يفعله فريق غير أوروبي يؤكد أن الشباب المصري إن وجد مناخا مناسبا للإبداع بعيدا عن القهر والوصاية والفساد والنفاق سيصنع المعجزات. افتحوا الأبواب والنوافذ للشباب مصر كله ليبدع، وأشركوه في وضع الخطط وأنصتوا إلى صوت أحلامه. الله، فين يا باز أفندي اللي غلط فيه عمار علي حسن؟ ده الراجل ما قالش يسقط النظام العسكري، يسقط الحكم الدكتاتوري. فين بقى اللي غلط فيه؟ تخيل دي معارضة، المعارضة اللي يدوب بتحبي فيطلع كلاب السيسي الوسخة يطلعوا على طول مسك. بص بقى كاتب فيه بقى، مسكه مبهدله ده الباز أفندي. قال لك بقى: هتقول لي ان انا بشفق على عمار؟ اقول لك اه. هتقول لي ان انا متعاطف معاه؟ اقول لك اه. هقول لك متعاطف معاه الدرجة التي قلت فيها: لماذا يعرض الانسان منا نفسه إلى كل هذا الهوان؟ لماذا يقود هواه فيعميه ويجعله متخبطا إلى هذه الدرجة؟ ده مسكه بقى مقال أكتر من 1000 كلمة، ووصف إنك لو دخلت دماغ عمار علي حسن هتلاقي كتب مغلقة زي ما هي ما اتفتحتش. وبيقول بالظبط: ما يؤكد ذلك أن القراءة لم تسهم في تكوين وعي عام لدى عمار، جعلته فقط مثقفا بغباء النزعة. خلاص، يعني بغبغان بس. يكرر ما يقرأه أو يحفظه وينتهي الأمر. لكن أن تتحول القراءة دي إلى ما أفكار ومعرفة ورؤى ومحاولات حقيقية للإصلاح فهو أمر بعيد عما يكون، عما يكتبه أو يؤدي بشكل عام. مرمطة. وبيقول بقى: مؤكد أنه يعرف أنه يتباهى كثيرا بأنه رفض منصب وزير الشباب أكثر من مرة، كما أنه رفض مناصب أخرى، محاولا رسم الصورة لنفسه على أنه المثقف الزاهد الذي لا يهتم بالمناصب ولا يريدها. والحقيقة أنه هنا يقع في مطب لا أعتقد أنه يعيه، فهو يؤكد للجميع أنه مجرد مثقف نظري يجيد الحديث، لكنه يهرب عندما يطلب منه أحد أن يتولى تنفيذ أفكاره. المهم يعني ماسكه
وصف الباز افندي، وصف عمار الحسن بانه مخبر. بيقول ايه بقى في فقره ثانيه؟ هنا يظهر دور المخبر الثقافي، المخبر الثقافي عمار علي حسن الذي وصلته معلومه بان دار الهلال تعد في سريه تامه لنشر اولاد حارتنا. تواصل مع الكاتب الصحفي ابراهيم عبد العزيز وطلب منه ان يسال نجيب محفوظ، كان عبد العزيز من المقربين من الكاتب الكبير، هل يعرف شيئا عما تفعله دار الهلال فيما يخص اولاد حارتنا؟ قصه كده يعني. فبس الباز افندي بيوصف عمار علي حسن بانه مخبر ثقافي. طب اذا كان يا باز افندي عمار علي حسن مخبر ثقافي، امال انت ايه؟ ده انت سما المصري. المهم انا ما بدافعش عن عمار بالمناسبه. المهم يعني بص، مقال فيه اكتر من 1000 صفحه 1000 كلمه، ولهذا بيختم بقى بيقول ايه، لهذا ولغيره كثيرا ربما نعود اليه بعد ذلك، اصبح عمار علي حسن بالنسبه لي مجرد مسخ ثقافي مشوه. ولهذا ولغيره كثيرا مؤكد اننا سنعود اليه بعد ذلك، لا اصدق عمار علي حسن في اي شيء يقوله او يكتبه. يسكت بقى عمار علي حسن. ام عمك عمار علي حسن طلع ضرب تويتات قال فيها ايه بقى؟ قال بلغني ان طبلا صغيرا قد سبني على فضائيه خاصه صاحبها يقدم نفسه على انه رجل العلم والتقوى ويسمح فيها بأن أو يجير أو يجبر على إطلاق يجبر على إطلاق الشتائم والسخائم. يأبى قلمي كتابة اسمه، فسرت بين زملاء غارقة في النفاق والعار والذل والفضائح، كما أنني أرفض مخاطبة الخدم ما دمت قادرا على توجيه الكلام إلى أسيادهم. كلام جميل. هو طبعا رمى كلمتين كده على حسن راتب، بيقول لك صاحب القناة بيأدي نفسه عن رجل العلم والتقوى، وصف الباز افندي بانه سرت بين زملائه غارقه في النفاق والعار والذل وانه خدام، وقال لك انا ما اكلمش الخدام انا اكلم سيده. وراح كتب تويته ثانيه بتاريخ 22 اغسطس قال لا تصارع خنزيرا في الوحل حتى لا تتسخ ملابسك. يعني كلام برضو يعني ايه ماشي. طب يا ترى بقى عمار الحسن صدق وعده في انه هيكلم اسياد الخدام مش هيكلم الخدام نفسه الباز افندي؟ حصل. طبعا الباز افندي خبط مقالين عن عمار علي حسن، مقال اسمه الروايه الاخير ومقال اسمه لص الصحافه. محمد الباز يكتب لص الصحافه كيف سرق عمار علي حسن، ده يوم 22 اغسطس. يعني الاول كتب الروايه الاخير دي كتبها يوم، عشان بس نبقى يوم الاربعاء 21 اغسطس. يوم الخميس كتب لص الصحافه كيف سرق عمار علي حسن انفراد صحفي. قام رد عليه عمار بالتويتين دول، التويته الاولى اللي هي بتقول يوم 19 اغسطس اللي بيقول بلغني ان طبال صغير سبني على فضائيه صاحبها عامل نفسه صاحب تقوى، قلمي يأبى انه يتكلم على واحد سيرته غارقه في النفاق وبتاع، بس انا مش هكلمه، هو خدام انا هكلم سيده. بعد كده يوم 22 اغسطس قال لا تصارع خنزيرا حتى لا تتسخ ملابسك. طب يا عم عمار عملت حاجه؟ راح كتب هو قبل يوم 19 كتب تويته لياسر رزق قال له إلى الأستاذ ياسر رز رئيس تحرير الأخبار والمقرب جدا من رئيس السيسي، من السيسي يعني، أنت قلت في مقالك الذي مهدت به لتعديل الدستور أن مصر ستشهد انفراجة تتيح حرية الصحافة بعيدا عن التعديل. أنا عموما صوتت بلا، لكن من حقي ككاتب أن أسأل عن هذا الوعد، لا سيما أننا نرى الأمور تمضي في الاتجاه المضاد. طيب كان عمار كان ياسر رز قال لا أنا مش هكلم الواد الخدام ده، أنا هكلم أسياده. هل كلم أسياده؟ كلم أسياده. عمار علي حسن كتب مقار من 13 ساعة بيقول عن الغياب القائد السياسي الكبير، وبيقول إن أي شخص بيموت بيترك فراغا ومش عارف إيه، وإن القائد السياسي الكبير مش عارف بيعمل إيه ولازم يكون وراه إيه، وعلم السياسة والاجتماع بيقولوا إن القائد أو هكذا يجب أن تكون، فإن دور الفرد في صناعة التاريخ لا يزال قائما ولن تعدم الأمم والدول من أولئك الذين لا يزالون يعولون على القائد الفرد الذي يمتلك قدرات روحية ونفسية وعقلية وجسمية خاصة. إن السمات التي تتمتع بها القيادة الملهمة الكاريزمية تجعل حتى وهي على قيد الحياة الأغلبية الساحقة تتحدث عن الفراغ السياسي الكبير الذي ستتركه حين يرحل. وقد أدرك بعض، وهناك استثناءات قليلة، وأحد يكتب كلام إن آخر المقال بيقول بقى إن هذا الوجود الحقيقي يصنع اقتناع الناس الراسخ وإيمانهم الشديد بالقائد المشهود له بالرسوخ وتقدير الفراغ المترتب على غيابه، يكون على قدر هذا الاقتناع التطوعي الذي تخلفه الرابطة الروحية بين القائد والجماهير. كلام فاضي جداً.
ده ببساطة الخناقة. الخناقة للقصة ببساطة شديدة جدا، عمر الحسن سأل يا جماعة افتحوا الشبابيك لنور الشمس يلا وهلا عشان الناس فازت عليه بكأس العالم لكرة اليد. الباز افندي ما عجبوش الكلمتين دول، راح نازل كاتب الروائي مش عارف الروائي الأجير مقال، وبعده تاني يوم كتب مقال باسم لص الصحافة، رد عليه عمار علي حسن بتويتين تلاتة، ثم يبدو ان عمار قرر ان هو ما يكلمش الباز افندي لانه خدام، فقرر انه يكتب كلام بقى عن القائد الفرد الملهم الحقيقة. ببساطة جديدة يا حضرات، ده اللي عايز يصدق السيسي، اللي عايز يصدق السيسي انه بتاع معارضة، مفيش معارضة ولن تكون هناك معارضة. المعارضة حتى لو فضلت، والراجل بيقول افتحوا الابواب بس والشبابيك والحرية، اتهم بانه لص وانه حرامي وانه كذاب وانه منافق. انا بس عايز اقول لحضراتكم سريعا كده عشان نهاية البث ده، ما تصدقش ان في عسكري يبقى عايز معارضة خالص، ما تصدقوش يا جماعة، ما تصدقوش. احنا ناس كتير جدا، احنا في الشرق العربي بنقول كلام لا نعيه، بنتفق اتفاقيات لا نعيها. السيسي اتفق مع الناس على انه هيخلي لكم مصر عظيمه جدا، ما حصلش ومش هيحصل على فكره، لن يحدث ان مصر تبقى كويسه طول ما السيسي موجود فيها، لن يحدث. انا مش ماسك بلوره بقول لك لن يحدث ان مصر، لانه لن تتوفر لي ظروف عظمه عبد الناصر، مش عظم، مش بشكر في عبد الناصر، قصدي الكاريزما، ولا حب الجماهير لي. عبد الناصر محبوب حتى هذه اللحظه غصب عن بوزي انا وبوز اهلي، لكن مش هيتوفر له. ومع ذلك اللي توفر لعبد الناصر ده كله ما خلاهوش عمل بلد، اللي توفر للسادات من نصر عسكري عظيم ما خلاهوش عمل بلد، اللي توفر لمبارك ان البلد ماتت وبقاش حد يفتح بقه خالص ما خلاهوش عمل بلد. فلا حب الجماهير واقتناعها وعبادتها للقرض للفرد للقائد الفرد الملهم عمل حاجه في مصر، ولا حب الجماهير وايمانها بالنصر، ولا النصر العسكري العظيم اللي عمله السادات خلاه عمل حاجه في مصر، ولا ان الناس سكتت خالص وبقتش بتعمل اي حاجه عشان القائد يشتغل برضه عملت حاجه. انا بقول لحضراتكم مصر على ايد السيسي للقاع مش لقدام. انا ما بتنبأش ولا بقول دي امنيه، انا بقول لك ده الواقع التاريخي. والدليل انه حتى الراجل يعني معارض ده عمار الحسن ده يعني صال وجال ايام الاخوان او ايام حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي وعمل افلام، وانه وان والذين، النتيجه ايه؟ انه جاله حكم عسكري مش عارف يعارض فيه، ولما جاي يعارض فيه، لما جه حتى يتكلم عنه طلعت عليك لابس سكك كليته. استاذ عمار اترحم بقى على ايام ما كنت بتقول وتعيد وتقول وتعيد لمين وتشكي لداودة، الناس المغرمين ما يعملوش كده. اشوفكم بالليل بقى النهارده في البث المباشر قصه وقصيده.